أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم، وهذه العربية 360، الخبر من كل زواياه ومن جميع جوانبه. Thank you so much for handing over the applications for Finland's and Sweden's توسع الناتو يشعل فتيل أزمة، روسيا تتوعد فنلندا والسويد، وبايدن يرد: سنتصدى لأي هجوم عليهما. العالم في سباق مع الزمن لمواجهة أزمة غذاء عالمية، تراجع مخزون الدول المستهلكة وتوقف التصدير من المنتجات. العاصفة الترابية تتكرر في العراق وتصل إلى الخليج، وتحذيرات طبية من تأثيراتها. ومعكم أيضا في القضايا السياسية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي. على طريقة الهبوط الانتحاري لطائرة ألمانية قبل 7 سنوات، وول ستريت جورنال تكشف أن تحطم طائرة صينية بداية هذا العام حدث عمدا. على كافة الأصعدة تحاول أوروبا كبح جماح روسيا، تسارع الخطى لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. سنفاجئ العالم بالرد، لكن موسكو ردت اليوم مهددة من أنها ستفاجئ العالم بالرد بشكل مباشر بعد هذا الانضمام على نشر الحلف الدفاعي لأي سلاح هجومي أو قوات في البلدين. روسيا ترى أن تحرك دول الشمال الأوروبي قد يدمر قنوات التفاعل الإقليمي، مما يزيد من تفاقم الوضع. واشنطن دخلت على خط التوتر في البلطيق ليعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستواصل دعم أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، مؤكدا التصدي لأي هجوم روسي على فنلندا والسويد خلال فترة الانضمام. أمام كل هذه المعطيات يخرج مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوري، حثا دول الاتحاد على رفع الانفاق العسكري ووقف الاتكال على الولايات المتحدة، الأخت الكبرى كما تصف موسكو. وسنسرد القصة بتفاصيلها في العربية 360. أما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين فأعلنت عن تخصيص أوروبا 200 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، وقالت إن عودة الحرب في أوروبا أبرزت آثار عدم استثمار أوروبا في الإنفاق الدفاعي. نعلم جميعا أن عودة الحرب إلى أوروبا أبرزت آثار سنوات من الإنفاق الدفاعي المنخفض في القارة. لقد فقدنا عقدا من أساس الاستثمار الدفاعي، ومع ذلك وهذه أخبار جيدة، تعمل الدول الأعضاء الآن على عكس هذا التوجه. لقد أعلنت عن 200 مليار يورو إضافية للإنفاق الدفاعي على مدى السنوات القليلة المقبلة. الآن يجب أن نحافظ على الزخم، ولكن الأهم ليس فقط الأموال التي سيتم استثمارها، بل كيف سيتم استثمارها. وبالتالي يجب أن نتأكد من إنفاق الأموال بطريقة منسقة، وأنها تعالج الثغرات في القدرات التي لدينا بوضوح، والتي حددتها أوروبا أكانت في الاتحاد الأوروبي أو في الناتو، وأن طريقة الإنفاق تعزز الصناعة الدفاعية الأوروبية على المدى الطويل. حرب تصريحات وطرد متبادل للدبلوماسيين، كل ذلك تتجاذبه أوروبا مع الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى. السبب بالطبع حرب أوكرانيا، في الوقت الذي أعلنت فيه بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية عودتها رسميا إلى كييف، ترى موسكو أن القرار الأوروبي بأكمله مصادر من قبل من؟ من قبل الأخ الأكبر أو الأخت الكبرى، المقصود طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. كلام قاس صرحت به المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارافا حول تبعية القرار والدول والمؤسسات الأوروبية لوجهة النظر الأمريكية. زخارافا قالت لراديو سبوتنيك الروسي
لا أحد يستطيع أن يفهم ما هي الاستراتيجية الأوروبية وماذا تريد بروكسل، متهمة دول القارة العجوز بأن ليس لديها خطة لنفسها أو لأوكرانيا. ليست زخارفا وحدها من وجهت سهام الانتقاد اللاذع للغرب، بل ذراع بوتين اليمنى كما يوصف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يرى أن أعمال الدول الغربية قوضت الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا والعالم عموما. باتروشيف اتهم الدول الغربية بأنها غير عابئة بمصالح الآخرين ومضت إلى التدمير المتعمد لمنظومة الاستقرار الدولي، وتجاهلت المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية. خليفة بوتين المحتمل وفق تقارير غربية أشار إلى أنه بنتيجة حرب العقوبات التي شنت ضد بلاده تزعزع بشكل حاد، بل تزعزع الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد في العالم، ودفعت دول عدة الثمن وصولا إلى حافة المجاعة الآن. لكن موسكو لم تكتفي بالتصريحات، عادت إلى حلبة النزال الدبلوماسي طرد بطرد، إذ استدعت السفير الإيطالي في موسكو لتبلغه طرد 24 دبلوماسيا إيطاليا ردا على خطوة مماثلة لروما الشهر الماضي طردت حينها 30 دبلوماسيا روسيا. سبق السفير الإيطالي النظير الفرنسي أبلغ بطرد 34 دبلوماسيا فرنسيا ردا على إجراء مماثل اتخذته باريس في وقت سابق ضد دبلوماسيين روس. الغريب في الأمر أن كل من باريس وروما عبرتا عن استيائهما من طرد موسكو للدبلوماسيين، لكن الأخيرة كانت ترد على إجراء مماثل. وهنا نعود إلى التساؤل الروسي الأساسي حول استقلالية القرار الأوروبي. على كل معنا من كييف حول هذه التصريحات والتداعيات المحتملة لها من كييف إذن دكتور محمد فرجالة، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية. أهلا بكم معنا دكتور محمد فرجالة مرة جديدة على شاشة العربية. أريد أن أبدأ معك بهذه التصريحات من حيث أوكرانيا هي معنية بها من عموم أوروبا، الاتهامات لأوروبا بالكامل، ولكن الاتهامات الأساسية لأوكرانيا ولا تزال أنها للولايات المتحدة بيدقها وأنها وكيلتها وتفعل وفق أهواء الولايات المتحدة، أنها تخوض هذه الحرب نيابة عنها مع روسيا على أراضيها وبدماء شعبها. كيف تردون؟ تحية لكم، مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. بالطبع سيد الكريم، منذ بداية هذه الحرب الروسية على أوكرانيا لا يمكن أن نثق أو نعتمد على الطرف الروسي، وطبعا كل هذه التصريحات أو هذه هي فقط الآن تحاول موسكو أن تغطي على فشلها في المنطقة. لو عدنا قليلا إلى ما قبل الحرب، الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكثر من مرة وجه خطاب نظيره الروسي بوتين لقاء الذي كان يرفض هو بوتين. أوكرانيا لم تقدم أي عضوية في النيتو ولم تسعى لذلك ولا حتى عندها أي ربما طمأنة، ولكن كل الحقيقة أن روسيا رأت بأن هذه فرصة تنقض على أوكرانيا وتحولها إلى بيلاروسيا ثانية وإلى دولة دمية. فوجئت روسيا بالرد الأوكراني الصامد، تفاجأت بالقوة الأوكرانية، وهنا الغرب يجد بالطبع ضلته يجد دولة شجاعة مستعدة لمواجهة الدب الروسي، والدب الروسي يجد نفسه أمام معادلة هنالك دولة مستعدة للدفاع عن نفسها. ورغم هذا أوكرانيا قدمت في خطتها الآخر مفاوضات قبل شهر في إسطنبول 5 نقاط، ومنها التزام الحياد، ومنها التفاوض على القرم، ومنها كل شيء. والرئيس الأوكراني قال بوضوح، قال أريد اللقاء مع نظيري بوتين لأن كل ممثلي الطرف المفاوض الروسي ليسوا أصحاب قرار، أنا أريد اللقاء مع بوتين وأحسم الأمر. لو كان القرار في كييف مصادر للغرب كما تدعي روسيا لما كان الرئيس يتحدث بهذه الشجاعة، حيث أنه أعطى أكثر من مرة الوفد الأوكراني الحق في التوقيع مباشرة على أي اتفاق مع روسيا الذي كان يعيق روسيا. روسيا هي عندما قررت بأنها حربها مع الغرب فجاء الغرب فعلا إلى أوكرانيا، ولكن جاء متى؟ بعد أن ظلت روسيا تكرر هذا الموضوع. أما ما يخص اليوم، ولكن يعني الشعب الأوكراني وقع ضحية ذلك بالنتيجة، بغض النظر عن أنه يريد أن يدافع عندما يهاجم عن أرضه، ولكن وقع ضحية هذا الصراع. ولا أحد يعلم إلى متى الولايات المتحدة وبقية أوروبا تريد أن تخوض هذه المواجهة مع الروس. هنا الدور الأوكراني، دور الأوكرانيين بقياداتهم أن يقرروا متى
يقفون بوجه هذه الدول ولو كانت الحليفة ليقولوا إن هناك مصالح لدولتنا لأوكرانيا على حدود روسيا يجب أن نلبيها لكي نعيش بسلام، وإلا سيبقى الأمر على ما هو عليه. سيد الكريم، أي مصالح عندما تكون المطالب الروسية تهدد السيادة الأوكرانية؟ لو روسيا كانت في متطلباتها أو في رغبتها أو تخوفاتها شيء يحفظ الكرامة الأوكرانية ويحفظ السيادة الأوكرانية لأوكرانيا رحبت. عندما تقول روسيا لأوكرانيا عليك أن تتنازلي عن الدنباس وعن القرم وعن التراب، والرئيس الأوكراني يقول نحن دولة ديمقراطية ليس مفوضة للتنازل على الأرض الأوكراني ولكن يمكن أن نعرض ذلك في استفتاء. عندما تقول روسيا أريد الحياد وتقول أوكرانيا مستعدة للحياد أنا محايدة ولكن بضمانات أمنية لأنها أوكرانيا لذعت من اتفاقية بودابست التي خانتها روسيا. عندما تقول روسيا أريد أن يكون هناك حق اللغة الروسية وتقول أوكرانيا اللغة الروسية الكل تحدث بها، هذا يكون هو الصراحة تلكك من الطرف الروسي. أوكرانيا قدمت كل التنازلات ولكن روسيا وضعت متطلباتها بطريقة أنها ترفض، تريد من أوكرانيا أن تتنازل عن السيادة، ونحن رأينا ذلك بوضوح عندما احتلت روسيا أجزاء من الأراضي الأوكرانية في الشرق. نعم. على بحر أزوف، وصرحت روسيا بأنها تريد أن تحرم أوكرانيا من مياه على البحر الأسود. تمام، أنا سأكتفي معك بهذا القدر، للأسف يجب أن نتحول إلى نيويورك. شكرا جزيلا دكتور محمد فرجلا، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية من كييف، ونتحول إلى نيويورك مباشرة إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث نحن بانتظار كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تترأس الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذا الشهر وتريد أن تسلط الضوء على التهديدات الخطيرة التي تقول إنه يمثلها الجوع في أكثر مناطق العالم عرضة لهذا الخطر. بلينكين انتقل إلى نيويورك اليوم كما أعلن هو هناك، الآن نحن بانتظار كلمته، وسيجتمع في الأمم المتحدة بالعديد من الوزراء من الدول الحليفة والشريكة لحشد الجهود للتعامل مع احتياجيات الغذاء العالمي. غدا أيضا سيترأس اجتماعا لمجلس الأمن يركز على الروابط بين انعدام الأمن الغذائي والصراعات. بات بالإمكان أن نستمع إليه، إلى كلمة أنتوني بلينكين، ليس بعد، سنعود إليه بعد قليل عندما يبدأ بكلمته. كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أعلنت أن الهدف هو جمع الدول لمعرفة أي منها يمكنها أن تساعد في سد الفجوة في القمح، وهي الفجوة الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، إضافة إلى الكثير من الصراعات الأخرى ومن أزمة الاحتباس الحراري بطبيعة الحال منذ فترة ليست بالحديثة. وزير الخارجية الأمريكي أيضا إذا بانتظار أن يبدأ بكلمة، نشير إلى تصريحات نظيرة الكندية التي قالت إن حرب أوكرانيا تهدد بأزمة جوع لا نستطيع تحملها. نستمع إلى أنتوني بلينكين. خلال أسوأ أزمة غذاء عالمية في وقتنا الحالي، وهذه الأزمة نعرف أنها تتنامى لسنوات وتدفعها الجائحة وأيضا أزمة المناخ. خلال عام 2016 ل 2021 عدد الناس الذين يعيشون في نقص في الغذاء والذين يتهددهم هذا الموضوع زاد من 108 مليون شخص إلى 161 مليون شخص حول العالم، وهذه الأزمة هي التي دفعت السفيرة غرينفيلد إلى أن ترى أيضا ما يجري في هذه الأمور. ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة قدمت التزامات قوية في خلال الاجتماع الذي جرى في العام الماضي. جميع هذه الأمور جرت قبل غزو روسيا لأوكرانيا، والذي بموجب البنك الدولي أضاف 40 مليون شخص حول العالم إلى المعاناة من عدم انعدام الأزمة الأمن الغذائي. جميع الأزمات التي نناقشها اليوم تفاقمت بسبب حرب الرئيس بوتين على أوكرانيا، ولهذا السبب ظننا أنه من المهم أن نعقد هذا الاجتماع على المستوى العالي لكي نركز الضوء على الآثار المدمرة لهذه الأزمة وأن ننظر في الجهود العالمية
لازمة للتركيز على هذا الأمر، وهو أمر نركز عليه كل يوم في وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية، ولكنها أزمة تستوجب حلاً عالمياً. اليوم سنحت لي الفرصة أن أترأس جلسة في مجلس الأمن حول الانعدام الأمني الغذائي وكيف أن هذه المشكلة تهدد الأمن والسلام حول العالم. هذه مشاكل يتوجب علينا أن نعالجها. واليوم في هذا الاجتماع نريد أن نركز على ما يمكننا أن نقوم به لإنقاذ الأرواح الآن ونعالج الأسباب على المدى الطويل لهذه المشكلة. سوف أتوقف بتقديم 4 مقترحات من جانب الولايات المتحدة، ولكن مع ذلك هذا الاجتماع يتعلق بوجهات نظر جميع النظراء في جميع أنحاء العالم. هذه الأزمة تركز تؤثر على جميع الناس، ويجب علينا أن ننظر فيما يجب علينا أن نقوم به سوية لمعالجتها. أولاً من وجهة نظرنا يجب على الدول أن تزيد من جهودها وبصورة كبيرة لملء الفراغات التي ولدتها المنظمات التي لا تزال تتعامل مع الأزمة، وعلينا أن نتخذ قرارات حاسمة حول أين ومتى يجب علينا أن نوقف المساعدات اللازمة. تكلفة العمل من قبل منظمات مثل منظمة الغذاء العالمية ويونيسف وغيرها، تكلفة العمل قد ارتفعت، ويجب علينا أن نساعدها على الاستمرار في أداء عملها. وهناك دول التي لديها احتياطات كبيرة من الأسمدة والمواد موارد المالية، عليها أن تزيد من جهودها وتتصرف بصورة كبيرة. الولايات المتحدة التزمت بتقديم مليارات الدولارات كمساعدات غذائية، واليوم نظراً لإلحاح هذه المشكلة سوف نقدم 215 مليون دولار إضافياً لهذه التعامل مع هذه الأزمة. وعما قريب سوف نطلب من الكونغرس أن يعتمد 5.5 مليار دولار كمساعدات غذائية ملحة. الحكومات والمنظمات الإنسانية بإمكانها أن تقوم بالمزيد من العمل لتضغط على روسيا أن تخلق ممرات إنسانية آمنة نوفر فيها الغذاء. وهنالك 22 مليون طن من القمح موجود في مخازن في أوكرانيا اليوم، وهذا الغذاء طبعا يمكنه أن يحل مشاكل كبيرة في كثير من الدول. ثانيا، علينا أن نعالج قضية العجز في الأسمدة حول العالم، وأسعار الأسمدة قد تضاعفت بثلاثة أضعاف منذ بدء هذه الأزمة. علينا أيضا أن نوجد دوافع للدول لكي تقوم بإنتاج المزيد من الأطعمة من الغذاء، وهذا ما نقوم به في الولايات المتحدة. ونريد من المزارعين أيضا أن يزيدوا من فاعلية الأسمدة واستخدامها. وبعض الناس يلومون العقوبات التي فرضت على روسيا من قبل الولايات المتحدة وغيرها على أنها سبب لهذه الأزمة، وهذا هو اعتقاد خاطئ. نحن فرضنا العقوبات على روسيا لإنهاء الحرب بصورة سريعة، وقمنا بوضع استثناءات على الأطعمة والمزروعات، وأي دول بحاجة إلى أي مساعدة في هذا الخصوص للتأكد من أن العقوبات لا تؤثر على الغذاء، من الضروري أن تبلغنا فيه. والمسؤولية على الانعدام في هذه المواد وتقع على عاتق الحكومة الروسية. ثالثا، نحن نؤمن أنه يتوجب علينا أن نزيد من الاستثمار في القدرة والصلابة في مجال الزراعة، وهذا ما نقوم به من خلال إطعام المستقبل ولتوفير الغذاء لدول على مدى 5 سنوات، وزيادة أيضا الأبحاث في هذا الخصوص والتعامل أيضا مع المناخ، والذي أطلقناه في العام الماضي مع الإمارات العربية المتحدة لتحقيق زراعة ذكية. رابعا، نحن نؤمن أنه يتوجب علينا أن ندافع نساعد السكان الفقراء والذين يعانون أكثر شيء من هذه الأزمة، وبالتالي فإن وزيرة الخزانة
تعمل مع المؤسسات المالية العالمية لدفع تطوير الخطة عمل للمؤسسات المالية العالمية والتي جرت على هامش قمة المجموعات 7. أخيراً، إذا أردنا أن ننقذ الأرواح علينا أن نكون مستعدين جميعاً أن نتحمل المخاطر. الأسبوع الماضي سافر الرئيس بايدن إلى إلينوي وتحدث عن كيف أن المزارع والتي زارها تعمل على مضاعفة المنتوجات الزراعية، وهذا الشيء لا يعمل بصورة جيدة في العادة، ولكن الطقس قد لا يتعاون معنا، ولكن كما قال الرئيس هذا هو خطر علينا أن نتحمله، وبالتالي نحن نريد أن نقدم المزيد من التأمين للمزارعين الأمريكيين الذين هم على استعداد للقيام بذلك. هنالك حاجة ملحة للغذاء وللأسمدة، وبالتالي علينا أن نزيد من الاستثمار في هذا الخصوص، وسوف نتمكن من التعامل مع هذه الأزمة، وأهم من كل ذلك سوف ننقذ عدد لا يحصى من الأرواح. هذا هو ما هو في المحك الآن، ولكن إذا عملنا سوية بإمكاننا أن نتعامل مع هذا التحدي سوية. شكرا مرة أخرى على حضوركم. يشرفني الآن أن أعطي الكلمة إلى الأمين العام الذي ترأس هذه الأزمة والاستجابة لها. Secretary Blinken, Excellencies, ladies and gentlemen. 2 weeks ago, I visited the Sahel region of Africa. زرت منطقة الساحل في إفريقيا والتقيت هناك بأسر لا تعرف من أين ستأتي وجبتهم التالية. هناك نقص تغذية حاد وأمراض سيئة يمكن أن تقتل إن لم تعالج. المواشي تموت بسبب الجوع، وقالوا لي أن بسبب الحرب في أوكرانيا والأزمات التي يواجهون هناك فإنهم يشعرون أن هذا الوضع الخطير قد يقود إلى كارثة. ليسوا وحدهم في هذا الموقف. مستويات الجوع ارتفعت، ففي العامين الماضيين تضاعف عدد من يعيشون الجوع من 135 إلى 270 مليون اليوم. أكثر من مليون شخص يعيشون في أجواء المجاعة، ويزيد بنسبة 500% منذ عام 2016. وكما سنناقش في مجلس الأمن غدا، فإن هذه الأرقام المرعبة هي نتيجة للأزمة كعرض وسبب. إن أزمة المرآخ الطارئة هي أحد أسباب هذا الجوع، فأكثر من 7 مليار إنسان تأثروا بكوارث المناخ وظروفه والأزمة الاقتصادية، والصدمة الناتجة عنها قللت من الأمن الغذائي وقللت من مستوى الأجور وسلاسل الإنتاج. والتعافي من الجائحة يضع الكثير من البلدان على حافة الإفلاس. والآن الغزو الروسي لأوكرانيا يسرع كل هذه العوامل، التغير المناخ وكوفيد 19 وعدم المساواة. هذا يهدد عشرات الملايين من الأفراد أن يكونوا على حافة عدم الأمن الغذائي وإضاعة الفرص التي بنيناها على مدار الأعوام السابقة. أصحاب السعادة، بين روسيا وأوكرانيا ينتجون أكثر من ثلث. إذا مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا القدر للآن من الاجتماع في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث الآن عن أزمة غذاء في العالم قد تقود إلى كارثة، وأن التعافي من الجائحة يضع الكثير من البلاد على حافة الكارثة. إذن أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي سبقه وقال إن هناك حاجة ملحة للغذاء والأسمدة ويجب زيادة الاستثمار فيها، وهناك انعدام في المواد الغذائية في العالم يقع على عاتق الحكومة الروسية، والعقوبات الأمريكية عليها على روسيا ليست سببا أزمة الغذاء في العالم، ويجب الضغط عليها لتوفير ممرات آمنة في أوكرانيا لإيصال الغذاء. كان تحدث عن أن هذه الأزمة تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام، وأن العالم في طريقه لمواجهة أزمة غذاء بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا. سنكتفي بهذا القدر للآن، نتابع ما لدينا وقد نعود إلى هذا الاجتماع المهم. شنت روسيا حربها على أوكرانيا، حاصرت موانئها، تدمرت حقول شاسعة بفعل الآلة الحربية، فوقع المحظور. أزمة غذاء وسلع تتصاعد عالميا. أوكرانيا
تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج القمح، تعتمد دول عدة حول العالم وطبعا بنسب مختلفة قد تصل إلى 80% من حاجتها من القمح الأوكراني كلبنان على سبيل المثال، لتأتي الهند وتكمل مشهد القلق العالمي، ثاني دولة منتجة للقمح في العالم بإعلانها حظرا كاملا لتصدير القمح بسبب تراجع إنتاجها نتيجة موجات القيظ. الأزمة على الأبواب. إذن الهند كانت قالت أنه سنسمح لبعض الدول، يعني سنصدر، سنستمر بالتصدير لبعض الدول، ولكن الحظر مستمر. إن لم تكن قد دخلت هذه الكارثة فعلا كما سمعنا قبل قليل من التحذيرات المباشرة على الهواء. 40,000 طن من القمح موجودة في لبنان حاليا تكفي لمدة شهر تقريبا. هذه الكمية لم توزع على جميع المطاحن، ما دفع ببعض منها إلى الإقفال ريثما يتم تأمين الكميات اللازمة بعد أن يوافق مصرف لبنان على دعم استيراد القمح. الإقفال بطبيعة الحال جعل بعض الأفران خالية من الخبز كما يمكن أن نشاهد على هذه الرفوف الفارغة. الأزمة الدولية إذن باتت على طاولة الأمم المتحدة. قبل قليل ترأس ويترأس حاليا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جلسة حضرها عدد من الوزراء، بينهم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلام فالي موراليداران. الجلسة التي بدأت منذ قليل إذن تسعى إلى تحديد أي من الدول يمكن أن تساعد في سد العجز في سوق القمح العالمي والناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا بشكل أساسي. قد تكون الولايات المتحدة واحدة من هذه الدول، وقد بدأت بالفعل بنقاشات مع المزارعين الأمريكيين حول هذا الموضوع. البنك الدولي دخل على خط أزمة الغذاء معلنا تخصيصه 12 مليار دولار تقسم على مدى 15 شهرا المقبلة لصرفها على مشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية، خصوصا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط وجنوب آسيا. يبلغ استهلاك السودان من القمح حوالي 2.5 مليون طن سنويا. يقول بعض الخبراء في السودان إن الحكومة ستحصل على حوالي 600 إلى 700 ألف طن إذا ما أحسنت التعامل مع هذا الموسم الزراعي، إذ أن هذه الكمية هي تكفي حاجة السودان من 3 إلى 4 أشهر. لكن الوضع في الأردن يبدو أنه أفضل حالا، فالمخزون هناك يكفي سنة كاملة، من ناهد في بيروت ومحمد في الخرطوم إلى سهى جميل في عمان. 13 شهرا من الآن هي المدة التي تغطيها كميات القمح الموجودة في الأردن، ما بين كميات متعاقد عليها من الخارج ومخزون تحتفظ به الحكومة الأردنية في صوامع التخزين. عربيا يتصدر الأردن المركز الأول بوفرة مخزون القمح الذي يكفي مدة سنة كاملة، ذلك رغم تواضع الإنتاج المحلي الذي يشكل 5% فقط من نسبة الاستهلاك السنوي. أزمة أخرى لا تقل خطورة عن أزمة الغذاء أثارتها الحرب على أوكرانيا، أزمة الطاقة. فرضت أوروبا عقوبات صارمة على روسيا وتحاول جاهدة تخليص نفسها من اعتمادها شبه الكلي على الطاقة الروسية. القارة العجوز تسعى إلى جعل عقوباتها مؤذية لموسكو أكثر من غيرها، فموارد الطاقة أصبحت بشكل كبير المورد الهام الوحيد المتبقي لتعويض الخزانة الروسية المتضررة بسبب الحرب على أوكرانيا. مجلة فورين أفيرز الأمريكية قالت في تقرير لها إنه لكي تنجح عقوبات الطاقة يجب أن تكون مصممة بعناية لإلحاق الأذى بروسيا أكثر مما تؤذى الدول الغربية نفسها. والهدف الأساسي للعقوبات الأوروبية الجديدة يجب أن يكون خفض تدفق الدولار إلى روسيا، وليس خفض النفط والغاز منها الذي من شأنه أن يزيد من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. حرب بوتين هي كما نرى جميعا تعطل سوق الطاقة العالمية بشدة. إنها تظهر من ناحية مدى اعتمادنا على الوقود الأحفوري المستورد، لكنها تظهر أيضا مدى ضعفنا لاعتمادنا على روسيا في استيراد الوقود الأحفوري، وبالتالي يجب علينا الآن في أقرب وقت ممكن تقليل اعتمادنا على مصادر الطاقة الروسية. لكن الأمر ليس سهلا. لنأخذ ألمانيا كمثال. برلين أنفقت مليارات من أموال دافعي الضرائب للحد من اعتمادها على الطاقة الروسية، إضافة إلى تغيير القوانين لتسريع تأمين إمدادات دولية جديدة. فقد جاءت نتيجة التقييم المفصل لاعتماد ألمانيا على الطاقة الروسية، والذي طلبه وزير الاقتصاد روبرت هابيك في ديسمبر الماضي،
جاء كل ذلك صادما لدرجة وصفها هابك بالكارثية. أواخر العام الماضي شكلت واردات ألمانيا من روسيا أكثر من 55% من استهلاك الغاز في البلاد، إضافة إلى 50% من استهلاك الفحم و 35% من استهلاكها النفطي. اليوم وبعد 12 أسبوعا من الحرب الروسية على أوكرانيا، انخفضت نسبة اعتماد ألمانيا على الغاز والفحم والنفط ب 35 و 12 و 8% على التوالي. تشير التوقعات إلى أن الصادرات الروسية ستنخفض بنحو 2 مليوني برميل من النفط والمنتجات المكررة يوميا إذا أوقف الاتحاد الأوروبي جميع المشتريات. في المقابل قدم مسؤولون حكوميون روس قراءات مماثلة متوقعين انخفاضا بنسبة 17% في إنتاج النفط الروسي هذا العام، والأزمة تتفاقم لكن أوروبا متفائلة. أورسولا فوندرلين: توفير الطاقة هو أسرع وأرخص طريقة لمعالجة أزمة الطاقة الحالية، وبالتالي سنزيد هدف كفاءة الطاقة في الاتحاد الأوروبي لعام 2030 من 9% إلى 13%. ثم هناك استثمار ضخم في الطاقة المتجددة. هنا نحن نعمل على زيادة هدفنا لعام 2030 من 40% من الطاقة المتجددة إلى 45%. دعونا نتعرف الآن على المزيد من تداعيات هذه الحرب على الدول الغنية وعلى الدول المهددة والفقيرة. في هذا التقرير المشترك من القاهرة مع أحمد عثمان ومن لندن مع مصطفى زارو. تستعر نيران الحرب في أوكرانيا وتشتعل معها أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية. احنا كنا بنجيب الإزازة الزيت مثلا في التموين بنجيبها مثلا ب 16 ب 17، الوقت بقى ب 25 ووصلت ل 32. كل ما الاسعار غلت والكلام ده انا بدور على المحلي عشان على الاقل يوفر لي عشان اعرف اعيش واعرف امشي. احنا بنحاول نجيب الاشياء الضروريه اللي هي بتكون مخفضه مثل الاماكن الشعبيه. السبب الرئيسي للغلاء هو شح السلع الذي يرجع بدوره لتعطل سلاسل امدادات الغذاء عالميا جراء اغلاق البحر الاسود. احنا كنا بنستورد 80% من قمحنا من اوكرانيا، والاقتصاد المصري تاثر في مجالات كثيره. في دوله عندها مخزون ممكن تستحمل، وفي ناس هتتعب اكتر. ازمه كلفت الحكومه المصريه خسائر بنحو 7 مليارات دولار، وتسببت بارتفاع في التضخم في الدول الناميه كمصر. فماذا عن الدول المتقدمه؟ ازمه الغلاء تطال حتى الدول الغنيه، وهنا في المملكة المتحدة هي الأشد منذ 3 عقود، كما فرضت معاناة على الأسر ذات الدخل المحدود لتغطية نفقات المعيشة الأساسية. لا أريد أن أرمي نصف ما أقتنيه في نهاية الأسبوع، لذا أشتري مستلزماتي بشكل يومي وبحذر أكثر بسبب الأسعار المرتفعة. تقبل الأسعار موجود ومفروض على الزبائن مع الأسف. لاحظت إنه الناس صارت يعني تشتري بعناية أكثر من أول، وبدأوا يتوجهوا لشراء الأساسيات أو ما يحتاجوا فقط. أسعار المواد الغذائية بدأت بارتفاعها منذ انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ومروراً بجائحة كورونا التي خنقت سلاسل التوريد، إلى أن زادت الحرب الروسية في أوكرانيا من تفاقم أسعارها، وخاصة في منتوجات الحبوب والزيوت والطاقة، مما يهدد بركود اقتصادي. لقد فاقمت هذه التطورات إلى حد كبير التحديات التي تواجه بالفعل المملكة المتحدة مع استمرار الصدمات في سلاسل التوريد. الحكومة قدمت مساعدات بقيمة 22 مليار جنيه في مواجهة الغلاء، وتدرس حالياً حزمة جديدة مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ 40 عاماً، ما سيزيد من أعباء المعيشة. مصطفى زارو، العربية، لندن. وفي العربية 360 أيضاً. نحن الآن في مصنع إيليتش ولسنا ببعيدين عن أزوفستال، نلاحظ حجم الدمار الكبير الذي حل بهذا المكان. كاميرا العربية تتجول داخل أقبية مصنع إيليتش المعدني والمجاور لأزوفستال في مدينة ماريوبل.
أهلا بكم من جديد. دخلت كاميرا العربية أقبية مصنع إليتش المعدني والمجاور لأزوفستال في مدينة ماريوبل، وتحدث رئيس حكومة دونيتسك الانفصالية عن أعداد المقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من مصنع أزوفستال خلال اليومين الأخيرين. عبد الجواد الرشد من هناك والتفاصيل. نحن الآن في طريق إلى ماريوبول نحو مركز الأحداث. هناك على مدى الشهرين الماضيين مصنع أزوفستال، هذه المرة قد لا نسمع أصوات المدافع ودوي الرصاص في المدينة، لكن قد نسمع روايات عن استسلام أو خروج المقاتلين الأوكرانيين. حسب التقارير الأخيرة فإن فصل أزوفستال الذي شغل العالم قد يزدل الستار عليه قريبا في خضم العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية. خرج من أزوفستال يوم الاثنين 250 شخصا بعد رفع العلم الأبيض وإلقاء السلاح، منهم 52 مصابا. أما خلال الثلاثاء فقط خرج 617 شخصا منهم 29 مصابا. نحن الآن في مصنع إليتش ولسنا ببعيدين عن أزوفستال، نلاحظ حجم الدمار الكبير الذي حل بهذا المكان بعد الأعمال القتالية التي شهدها قبل نحو شهرين من الآن بين القوات الروسية وقوات دونيتسك الانفصالية من جهة وقوات كتيبة أزف من جهة أخرى. كما نلاحظ ما زالت أرضية المصنع مملوءة وفيها العديد من القذائف وعبوات الرصاص. القائمون على هذا المصنع وعلى هذا المكان يتحدثون عن أن نسبة الدمار تجاوزت حاجز 80%، ولا توجد حتى هذه اللحظة أي خطط تتحدث عن إعادة إعماره وما ستؤول إليه أحواله خلال الفترة القادمة. هناك قواعد هامة جدا للسلامة يجب المحافظة عليها، حيث أن هذا المكان كان تحت سيطرة قوة الخصم. يمنع فتح أي باب مغلق أو محاولة فتح أي علبة مغلقة. يمنع أيضا حتى تحريك الأشياء الموجودة تحت أو وراء أي قطعة مما ذكرت. قد تكون هناك قنبلة أو فخ أو لغم. نحن الآن أمام المخرج الرئيسي لمصنع إليتش. كما نلاحظ هناك العديد من العربات المدمرة تغلق هذا المكان. القائمون على المدينة يتحدثون عن أن إزالة الدمار هذا مرتبط بوضعية وإعادة إعمار المدينة. عبد الجواد الروش لقناتي العربية والحدث من مصنع إليتش ماريوبول. نصف متابعي الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر متابعون غير حقيقيين وفق إحصائيات جديدة. مجلة نيوزويك الأمريكية قالت إن 49.3% من متابعي الرئيس بايدن على تويتر هم متابعون وهميون من أصل 22,300,000 شخص. الإحصاء المنشور في نيوزويك أجري لحساب شركة سبارك تورو لبيانات مواقع التواصل الاجتماعي. الشركة عرفت المتابعات المزيفة على أنها حسابات لا يمكن الوصول إليها أو لا تتضمن تغريدات أو حسابات غير نشطة، كما أن الحسابات المزيفة قد تكون مسجلة تحت بريد إلكتروني عشوائي أو قد تكون حسابات روبوتية. هنا نشير إلى أن حساب بايدن الذي نتحدث عنه هو الحساب العام لرئيس الولايات المتحدة at POTUS أو at President of the United States، وليس الحساب الخاص at Joe Biden. هذا الحساب الأخير يضم عددا أكبر من المتابعين على فكرة، فيه تحديدا 34,200,000 متابع، أما نسبة المتابعين المزيفين فأيضا كبيرة تصل إلى 43%. الحسابات المزيفة في موقع تويتر موضع خلاف بين إيلون ماسك الذي يحاول حاليا شراء تويتر، بتنا نقول أنه لا نعلم إذا كانت ستتم أو لا، والمسؤولين عن الطائر الأزرق. ماسك أعرب عن قلقه بشأن العدد المتزايد من الحسابات المزيفة واقترح شن حملة عليها، وقال إن نحو 20% من مجمل حسابات تويتر مزيفة، وتعهد بعدم المضي في شراء عملاق وسائل التواصل الاجتماعي هذا تويتر حتى يتم حل المشكلة. كان يريد أقل من 5% أن يكون الواقع هكذا. الرد على ماسك جاء من الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغروال، وقال إن الموقع يعلق الآن أكثر من 500,000 حساب يوميا، كما أنه يتم إغلاق ملايين الحسابات التي يشتبه في أنها مبنية على بريد إلكتروني عشوائي.
رفض أجروال أن يعرض ما يثبت أن 5% فقط من الحسابات الكلية وهمية، وهو ما دأب موقع تويتر على إعلانه منذ عام 2019 في آخر 11 تقريراً ربع سنوي للشركة. أخيراً، وفيما يتعلق بالحسابات المزيفة، أعلنت شركة سبارك تورو أن 70.2% من متابعي إيلون ماسك على تويتر وهميون من أصل 93,300,000 متابع. نبقى مع ماسك نفسه. لعدة مرات شاهدنا وقرأنا مواقف رافضة لاستحواذه على تويتر. الآن موقع بروجكت فاريتاس الأمريكي يسرب مقطعا لمسؤول في تويتر يسخر من ماسك. يظهر في المقطع أليكس مارتينيز الذي قال إن ماسك مصاب بمرض يجعله يواجه صعوبات كبيرة في التفاعل الاجتماعي مع الآخرين، مع رغبات وأنماط سلوكية مقيدة ومكررة. نتابع. Asperger's. Yeah, I know that. So he's special. Your special needs. You're literally special needs. So I can't even take what you're saying seriously. وقال مارتينيز إن مرض إيلون ماسك يجعله يتفوه ببعض الأمور المجنونة على حد قوله. وفيما يخص تويتر، قال إن المنصة لا تحقق أرباحا في الوقت الحالي بسبب الأيديولوجيا التي تتبعها الشركة. المسؤول في شركة تويتر أليكس مارتينيز شدد على أن تويتر يعمل كالشرطة للعالم، تعرف ما هو الأفضل لكوكب الأرض، مضيفا أنه لا ينبغي أن يكون للناس الحق أو الحرية في قول كل ما يريدون، وزعم أن الناس لا يعرفون كيف يتخذون قرارا عقلانيا إذا لم يقم أحد آخر بذلك على حد قوله. Well, right now we don't make profit, so it's going to say ideology, which is what's led us to not being profitable. The rest of us who have been here believe in something that's good for the planet and not just to give people free speech. These are the policies we put in place for misinformation or mislabeling media. Yeah. It's going to be hard for him to be like, oh, because people should make their own decision. It's like, no, but people don't know how to make a rational decision if you don't put out correct things that are supposed to be out there. في العربية 360 أيضا. كورونا ينتشر في كوريا الشمالية وكيم غاضب وينتقد. أهلا بكم من جديد. إهمالكم وكسلكم فاقم كورونا في البلاد. الرسالة القوية هذه وجهها زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون للمسؤولين في بلاده خلال ترأسه اجتماعا للمكتب السياسي للحزب الحاكم. قال كيم إنه لاحظ عدم نضج في قدرة الدولة على التعاطي مع الأزمة، وانتقد الموقف غير الإيجابي والتراخي وعدم تحرك كبار المسؤولين في الدولة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وفي الأسبوع الماضي أفادت السلطات باكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا مع تزايد أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون، ليصل عدد الحالات المسجلة خلال يوم إلى أكثر من 230,000 تصفهم السلطات بأنهم مصابون بحمى. وحتى الآن تجاوز عدد الحالات المعروفة حاجز 1,700,000 إصابة مع 62 حالة وفاة بحسب الوكالة الرسمية للأنباء. الزعيم الكوري وعد بإيقاظ الحزب بأسره مثل بركان ثائر لمواجهة تفشي الفيروس. ومن كوريا الشمالية إلى الصين، مهد كورونا التي يبدو أنها على وشك خسارة معركتها مع الفيروس بحسب مجلة فورين أفيرز. هي معركة تحولت بالنسبة لبكين من معركة صحية إلى معركة سياسية إلى معركة إعلامية اقتصادية قد تعرض استقرار الصين الاجتماعي للخطر.
تقول المجلة إن الحزب الحاكم روج طوال فترة الوباء لحسن تعامل الصين مع الفيروس وسياسة صفر كوفيد، كما سخر من إجراءات الدول الغربية لمكافحة كورونا. وعلى الرغم من هذه الإجراءات المتخذة في الصين، لم تتمكن الحكومة من منع مئات الآلاف من الحالات الجديدة من الظهور في شنغهاي أثناء الإغلاق. فورين أفيرز قالت إن الحكومة الصينية، ولعدم رغبتها في الاعتراف بالطبيعة المتغيرة للفيروس، تواصل تدابير الاحتواء المتطرفة حتى وسط تزايد السخط الشعبي دون أن تتركز الإجراءات على سند علمي. إيلون ماسك الذي يخوض غمار شراء تويتر إن تم أو لا، يقول الآن إنه لم يعد قادرا على دعم الديمقراطيين ويريد أن يصوت للجمهوريين. نتابع إذن مشاهدينا الكرام ونذكر بخبر إيلون ماسك الوارد على الشاشة الآن: لم أعد قادرا على دعم الديمقراطيين وسأصوت للجمهوريين. إذن تصريح وموقف قوي من إيلون ماسك، سنتابعه بدون شك في الساعات والأيام المقبلة، سيبنى عليه الكثير خاصة إن تمت صفقة شراء تويتر. موجة غبار قوية شهدتها بعض الدول العربية بدءا من العراق والكويت مرورا بمناطق في السعودية وصولا إلى الإمارات، حيث تسببت هذه الموجة، موجة الغبار الشديدة، بحجب الرؤية في هذه المناطق وتعطيل حركة الملاحة الجوية في بعض الدول، فضلا عن تعطيل الدراسة. في هذا التقرير نستعرض تحذيرات لخبير الطقس دكتور عبدالله المسند عن الموجة الحالية وأضرار هذا النوع من الغبار. الغبار حديث المجالس خلال الأيام الأخيرة في دول عربية وخليجية، ربما لأنه عطل مهمات وعلق الدراسة في بعضها، وأخرى حار سكانها بين الخروج للضرورة أو البقاء في منازلهم لتجنب هذه الموجة. هم يعلمون أن الضرر على أجهزتهم التنفسية كبير، خصوصا لمرضاهم وكبار السن والأطفال، لكن الكثير منهم يجهلون أن الغبار على خطورته عموما له أخطار تختلف بألوانه وحجم ذراته. نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند فصل موجات الغبار هذه في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، حيث أشار إلى أن الغبار عندما يكون بلون الضباب ويميل إلى اللون الأبيض يعد الأخطر على الجهاز التنفسي، موضحا أنه هو الغبار العالق المنقول والذي يقاوم الجاذبية لخفته وصغر حجمه، ومصدره يكون عضويا من مخلفات الإنسان والحيوان والأشجار أو غير عضوي كالمعادن والصخور جراء العواصف الغبارية أو الرماد البركاني أو رماد الشهب المحترقة. محيط ذرات هذا النوع من الغبار والمعروف بالهباء يبلغ 2.5 ميكرون فقط، وتعرف ب PM2.5، وتستطيع العشرات منها الرسو فوق قمة الشعرة المدببة، وعلميا هي الجزيئات الدقيقة الملوثة للهواء متناهية الصغر، وخطورتها تكمن في كونها تبقى في الهواء فترة أطول تصل إلى أيام، وعند استنشاقه يبقى في الرئة لفترة طويلة مسببا أعراضا صحية خطيرة منها الربو. ولتلافي أضرار هذا الغبار دعا المسند الجهات المعنية إلى زرع محطات رصد لقياس مدى التلوث وانتشار وكثافة الهباء بحجم PM2.5 وإتاحة المؤشرات للجمهور، حيث يمكن تحديد المستويات الخطرة واتخاذ اللازم. معنا من باريس دكتور وحيد أحمد رئيس قسم الصدرية في مستشفى أرباجون بباريس، أهلا بك معنا دكتور. نريد أن نعرف منك الآثار المترتبة على مثل هذه الموجات من الغبار، العواصف الترابية اللي فيها غبار، على الناس بشكل عام، المرضى منهم والأصحاء. أهلا وسهلا بكم المشاهدين. الواقع يعني من مع كورونا موضوع الأتربة، موضوع الغبار ما راح يكون سهل التعامل معه، لذلك الغبار يحمل للأسف شديد الكثير من المواد العضوية وغير العضوية كما ذكرتم في البرنامج،
وخاصة يحمل البكتيريا ويحمل عضويات ربما تؤدي إلى الالتهابات في الصدر. لذلك هذه البكتيريا تنتقل عن طريق الغبار وربما تعمل ذات رئة، التهاب رئة خطير. هناك التهاب القصبات، الغشاء المخاطي، عادة الرئتين فيها جهاز تصفي وفرز للمفرزات وللأتربة وللجراثيم، تتعلق عادة في الأنف، وربما الجهاز التنفسي في القصبات الكبيرة يلفظها ويخرجها بترتيب نوعي معين. في هذه طيب. ماذا نفعل إذن لو سمحت؟ نستغل الوقت لنفيد الناس بالنصائح. يعني أهم شيء بالنصائح هو وضع الكمامات. إذا كنا في البيوت أن نغلق النوافذ والأبواب، أن نشرب سوائل كثيرة، أن نضع كمامات فيها مي. يعني إذا ما في كمامة عادية نأخذ بشكير أو نأخذ محرمة نبلها المي ونحطها على الأنف يعني. ونطلع لبرا بحيث أنه نمنع دخول هالذرات للجهاز التنفسي. يعني الكمامة لوحدها ما بتكمي ما بتكفي؟ نعم، الكمامة وحدها ما بتكفي؟ الكمامة ممكن تكفي، بس طبعا تترك بعض الذرات البسيطة الصغيرة في الدخول، وهذه الذرات الصغيرة ربما تحمل بكتيريا وتنزل للحويصلات الرئوية وتعمل على نقص الأكسجين. هل محبذ أنه نأخذ أي نوع من أنواع الحبوب، من أنواع الحبوب يعني من أنواع الأدوية؟ طبعا أو الإنسان اللي عنده أمراض مزمنة يجب أن يأخذ أدويته بشكل أكبر، واللي عنده ربو خاصة لازم يأخذ البنطولين والكورتيزون البخاخ حتى بشكل احتياطي، لأنه الغبار هذا ومع البكتيريا اللي فيه والمواد العضوية وغير العضوية هيج الجهاز المخاطي الموجود ويعمل نوبة ربو قوية. معلش باختصار، اللي عندهم كورونا بشكل مستمر، اللي عنده معلش ما تأخذني عبعجل عليك، بس اللي عندهم كورونا باختصار لو سمحت، اللي عندهم كورونا لازم يتعالجوا، يضلوا قاعدين بالبيت، ما يطلعوا على الغبرة، وحتى يسدوا النوافذ، يحطوا منشفات عليها مي على الأبواب كذا مشان ما تدخل الغبرة وتهيج الجهاز التنفسي تبعهم اللي هو متهيج أصلا بالفيروسات. وبالتالي ضرورة متابعة الأرصاد الجوية وما تقوله أولا بأول قبل متابعة الحياة اليومية. شكرا جزيلا دكتور وحيد أحمد، رئيس قسم الصدرية في مستشفى أرباجون بباريس، تحياتي إليك. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن نتائج تقييم أولي بشأن حادثة تحطم طائرة البوينغ 737 في الصين خلال مارس الماضي، مشيرة إلى أن شخصا في قمرة القيادة تسبب بالكارثة عمدا. من هذا المطار أقلعت طائرة من طراز بوينغ 737 محلقة من كونمينغ إلى غوانغشي الصينية، لكنها ما لبثت أن تستقر ساعة في الجو حتى اختفت بين أخاديد الجبال، وهبت كل الطواقم لإنقاذ ما تبقى، لكنهم لم يجدوا سوى ركام وبعض أشلاء. في 21 من مارس هذا العام وقعت هذه الحادثة في بلد يحسد على سجله في مجال السلامة الجوية، وحينها خرجت إدارة الطيران المدني مؤكدة أن مؤهلات الطاقم تستوفي الشروط وكذلك الطائرة. إذن أسباب تحطمها مجهولة، لكن بعضا منها تكشف مع صحيفة وول ستريت جورنال التي عنونت هناك نتائج ترجح أن شخصا ما في قمرة قيادة الطائرة التابعة لشركة شرق الصين تعمد إسقاطها. فمع العثور على أحد الصندوقين الأسودين أو المائلين إلى البرتقال في حقيقتهما، تبين لهم أن شخصا ما ضغط على زر الموت، أي الهبوط عن سابق إصرار وتصميم. كانت تكلفته الإيداء بحياة كل من على متنها ب123 راكباً وتسعة من طاقم الطائرة. التحقيق وبيانات الملاحة الجوية أظهرت تراجع سرعة وانخفاض الطائرة إلى مستويات حادة خلال دقيقتين انتهت بالتحطم. الصحيفة أكدت أنه وبعد الاطلاع على النتائج الأولية فإن التركيز سينصب على تصرفات الطيار ومساعديه مع احتمال دخول شخص رابع إلى قمرة القيادة، فلا أسباب ميكانيكية ولا لوجستية ولا حتى جوية وراء الكارثة. وتذكر هذه الحادثة بما حصل منذ 7 سنوات مع طائرة شركة جيرمان وينكس الألمانية
التي تعمد مساعد طيارها القيام بهبوط انتحاري بعد أن منع عودة الطيار إلى الكابينة. إسراء الصغير العربية. صورة اليوم في العربية: 360 لبايدن يظهر مبتسما يلتقط سيلفي أمام أحد الرفوف الفارغة، لكن مهلا قليلا الصورة ليست حقيقية بل مزيفة. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة دعا ناشروها أنها للرئيس بايدن، ما أثار بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما النسخة الأصلية منها تظهر ويظهر فيها بايدن يلتقط سيلفي مع جنود أمريكيين في بولندا، أخذت في 25 من مارس الماضي. وانتشرت الصورة المزيفة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقصا في حليب الأطفال. وإيلون ماسك يهاجم الحزب الديمقراطي الأمريكي ويقول إنه أصبح مثالا أو يمثل الانقسام والكراهية. تصريح اليوم في العربية 360 هو اعتراف الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف علنية في مؤتمر صحفي عقده في موسكو أن تسليح الناتو للأوكرانيين هو سبب ما تواجهه القوات الروسية في ساحة المعركة من صعوبات، لكنها تجربة جدية بحسب وصفه. جيدة، تجربة جيدة للغاية، يقول إذن للتصحيح. فيديو اليوم من العربية 360 من موسكو بعدما أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز إغلاق فروعها في روسيا على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية. اصطف مواطنون روس في محطة قطار بموسكو للاستمتاع بآخر وجبة من آخر فروع مطعم ماكدونالدز القليلة التي تعمل حتى الآن والتي سوف تغلق قريباً. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام العربية 360 بملفاتها. للمزيد يمكنكم زيارة العربية.net، ولكن ليس قبل أن تتابعوا أخبار الساعة مع صهيب شرائر بعد قليل، ولديه المزيد من الأخبار والملفات أبرزها التي تتابعها الليلة. صهيب، بالفعل طاهر، بالإضافة إلى أوكرانيا العاصفة الرملية، الصومال تصعد إلى صدارة الأخبار هذه الليلة. سنتابع مع عملية أمريكية مرتقبة هناك في الصومال. نتابعك إذن، شكرا جزيلا. تفضل.